بسم الله كده يا شباب، احنا النهارده ان شاء الله اخر حصه عندنا في شرح الدرس نمبر 3 اللي هو ده اتوميك ستراكشر اوف ذا ماتر، اللي هو خلاص زي ما قلنا بنقوله باي باي للدرس ده، اللي هو يعتبر يا جماعه زي ما قلنا اتقل درس ولا اخف الدرس؟ اتقل درس. تعالى كده يا جماعه، الاتوميك ستراكشر اوف ذا ماتر احنا اخذنا فيه لو تفتكروا ككومباريزون ما بين ثلاث حاجات، بروتون نيوترون الكترون. المفروض من كتر ما عدناها خلاص، يعني مثلا نجرب يوسف الازاز. اتفضل يا يوسف. البروتونز ان ذا نيوكليوس وبوزيتيف تشارج وهاز ماس. يوسف هدهد. ايوه مستر، النيوترونز ان ذا نيوكليوس ايوه و نيوترال تشارج نيوترال تشارج has mass. وهاز ماس. فنوتة بقى من الايه، من السنتر ريماس اوتسايد بره النيوكليوس نيجاتيف تشارج. لا سمول mass related to نسبة للبروتون والنيوترون. السؤال مين شاطر يا جماعه يقول لي؟ البارتيكلز which are negligible in charge يعني مهملين في التشارج، يعتبروا ما لهمش تشارج. عمر غلط. حديني. نيوترونز ما لهمش تشارج، امال مين اللي negligible in mass يعني الماس بتاعتهم قليله جدا؟ مودي الالكترونز. يبقى في نيجليجبل في حاجتين، نيجليجبل في التشارج ونيجليجبل في الايه؟ في الماس. اخذنا الكلام ده وزعناه هنا، قلنا النيوكليس اللي موجوده في السنتر من كتر الاعاده المفروض خلاص انت الموضوع بقى بالنسبه لك سهل. عندنا بروتونز بوزيتيف ونيوترال نيوترون، صح كده؟ عشان كده قلنا على النيوكليس ان هي عندها ايه؟ تشارج بوزيتيف، بيكوز ات هاز بوزيتيف بروتون اند نيوترال ايه؟ نيوترونز. بره هنا اسمها انرجي، بيبقى فيها نيجاتيف ايه؟ الكترونز. عشان كده الاتوم كلها على بعضها بقول عليها نيوترال، الكتريكلي نيوترال. طب تعالى كده نعد مع بعض، كنا بنقول يا جماعه كام بوزيتيف وكام نيجاتيف؟ بس هل احنا بنقوله كده في الامتحان؟ طبعا لا. تعال نعد مع بعض بقى الانرجي ليفل، ستارتد باي كي ال ام ان او بي كيو. اقل واحد في الانرجي، اعلى واحد في الانرجي. When we go far from the nucleus the energy will increase. When we go near to the nucleus it will decrease. لما يبقى في الكترون في ام جيند انرجي، مين يرفع ايديه ويقول لي ايه اللي هيحصل له؟ لامار. It will transfer from the energy level m to n and it will be excited atom. شكرا. And the atom will be excited atom. Excellent. What happen if the electron in m lose energy؟ تفضل يا استاذ مارك. L and the atom will return back to B. خليفة original أو ground state. يبقى الاتجاه ده gain، الاتجاه ده lost، يعني هترجع تاني الحلقة العادية يا باشا. ماشي يا مارك، راجع الحصة تاني. قلنا ال amount of energy which lose their gain، حد فاكر ده تعريف ايه ده؟ حبيبة حسني. اللي كنت يا مستر. كوانتم، تمام. طب الاكسايتد اتوم غمراوي كريم، يعني ايه اكسايتد اتوم؟ از اتوم ويتش جيند ولا لوزد؟ ما اسمهاش انرجي، اسمها حد فاكر اسمها ايه؟ ها راف. جينز كوانتم، تمام.
اللي هيجي بعد الشهر كده يا جماعه متاخر هياخد عصايه من المره اللي جايه. يلا بينا. ان ايه 11 23؟ مسعد 11، برافو، اكسلنت، تمام. تعالى كده ناخد حد من الاونلاين. حل حسين. حل يا سحس. مع حضرتك يا مستر. المفروض يا مستر ان البروتونز ب 13 والالكترونز ب 13 والنيوترونز ماس ماينس الاتوم، يعني 27 ماينس 13 ايكوال 14. ايكوال 14. يعني في اول واحده يا جماعه النيوترون اكبر من البروتون، ثاني واحده النيوترون اكبر من البروتون. طب ما تيجي كده نجرب H11، دي كانت اتوم غريبه شويه بس انت فاكره. نمبر بروتون 1، الالكترون، النيوترون. فقلنا لو تفتكر الاتوم اللي ما بيبقاش عندها نيوترون بيبقى الماس نمبر والاتوميك نمبر مالهم؟ ار ايكوال، يبقى الماس بيبقى ايكوال الاتوميك. وين ايه؟ There isn't any neutrons، مفيش نيوترونز. حاجة صعبة؟ في صعوبة يا جماعة؟ طب أستاذن سيادتك. نعم يا لمار. هو حضرتك كنت بتقول إن إحنا ما ينفعش نقول كده في الامتحان، حضرتك كنت بتقول في كام بوزيتيف ونيجاتيف، وما فهمتش وما ينفعش نقول إيه في الامتحان. أي أنا ما ينفعش أقول إن في اتنين بوزيتيف واتنين نيجاتيف. أنا بقول النمبر أوف بوزيتيف تشارج اللي هي اسمها بروتون إيكوال النمبر أوف نيجاتيف تشارج اللي هي الإلكترونز. تمام؟ تمام. طيب تعالى كده يا جماعه بالراحه. ان ايه 11 23؟ ده اللي لسه عاملينها من شويه صح؟ كلنا كده مع بعض. البروتون كام؟ 11. الالكترون كام؟ 11. النيوترونز 23 ماينس 11. تمام؟ مين يرتب لي الارقام دي في الشكل اللي قدامي؟ يعني ايه؟ يعني مثلا البروتون دي تتحط فين يا عمر؟ In the nucleus positive 11. حاجة صعبة؟ حاجة صعبة يا جماعة؟ أخدت أول رقم حطيته جوه النيوكليس، هل في حاجة تانية جوه النيوكليس؟ عمران؟ النيوترونز اللي هي آخر واحدة positive negative 12. يبقى أنت أخدت أول رقم وآخر إيه؟ فاضل لنا مين؟ الإلكترونز. طيب بالراحة كده، الالكترونز قلنا بتتحط فين؟ انرجي ليفل. انرجي ليفل صح؟ اللي هما كي ال ام ان او ام ان او بي كيو. طيب انا عندي اتساع للصدر الاكبر قدر ممكن من الاجابات الهبد. بمعنى اتفضل حضرتك ال 11 في رايك احطهم فين؟ وما بهزرش والله، حاول تهبط، حاول معانا. معاذ، كي احط ال 11 في الكي. طبعا يا جماعه الاجابه خاطئه. غيره، مودي، ان، ايش معنى الان؟ في الميدل، لا انا فكرتك هتقول ام عشان مودي. نشوفه ال اتفضل. ال 11 في كيو. ال 11 في الكيو، طيب. مارك تاني. طيب الاو، احنا في الاو. طب ممكن بقى يا جماعه نسكت خالص. احنا طبعا كده كلنا حاولنا ان احنا نعمل ناخد التاتش بتاعنا، بس انا دلوقتي بقى هفهمك ازاي بعمل حاجه اسمها الكترون ديستريبيوشن او الكترون كونفيجريشن. كلمه ديستريبيوشن او كونفيجريشن يعني توزيع، يعني ايه؟ ازاي اوزع معايا 11 الكترون، ازاي اوزعها؟ قال لك بص يا محمد، العلماء طبعا عشان يثبتوا لك اي حاجه لازم يحطوا لك لو، قانون. طبعا انت النهارده هتحس ان الحصه قريبه شويه من حصه الماس، بس هي بس عايزه تركيز من سيادتك. طب تعالى كده بالراحه. القانون اللي حطه العلماء يا جماعه قال لك 2 n باور 2 اسمه ايه؟
2 n باور 2 وقالوا ان ال n النمبر اوف ليفل. يعني ايه يا مستر النمبر اوف ليفل؟ يعني حضرتك انا عندي انرجي ليفل اللي هم k ده رقمه كام؟ 1 l 2 m 3 n 4. حاجه صعبه؟ طيب تعالى كده نحسب مع بعض النمبر اوف الكترون which substrates this level. يعني جوه الليفل الاولاني نشوف ياخد كام الكترون والثاني والثالث والرابع. وما تتسرعش معايا مستر مش فاهم، هي القاعده يا جماعه قلنا عليها ايه؟ هنشيل ال n ونحط رقم الانرجي ليفل. مين يحل معايا اول واحده؟ ال k رقم 1 اتفضل يا حديني. لا حديني قول الاجابه. 2 multiply ال n هشيلها واحط كام؟ 1 بار 2. هو يعني ايه كلمه بار 2 يا استاذ حديني؟ انتوا اخذتوها في الماس. تمام النمبر ملتبلاي اتسيلف مره واحده. يلا بينا 2 ملتبلاي 1 بار 2 يعني 2 ملتبلاي كام؟ يبقى كام؟ يبقى انا لو جيت سالتك يا حديني الانرجي ليفل كي بياخد كام الكترون؟ 2. تاني الانرجي ليفل كي بياخد كام الكترون؟ 2. حاجه صعبه؟ مين يحسب الانرجي ليفل ال ياخد كام الكترون؟ مش ينفع اقول؟ لو سمحتم يا جماعه نعمل ريز هاند بس اتفضلي. 2 ملتبلاي اتفضل يا احمد. ماشي 2 ملتبلاي 2 بار 2 2 بار 2 هيبقى 4 8 هيبقى 2 ملتبلاي 4 هيبقى ايكوال 8. يبقى الانرجي ليفل الثاني بياخد كام يا استاذ؟ 8 الكترون. حاجه صعبه يا جماعه. شكرا يا استاذ طناني. مين يحاول معانا في الانرجي ليفل الثالث؟ عايزين حد محلش. ياسين مودي انت حليت، اتفضل ياسين. تو ملتبلاي 3 بار 2 يبقى ايكوال 2 ملتبلاي 9 ايكوال كام؟ 18. يبقى الانرجي ليفل الثالث بياخد كام؟ 18. حاجه صعبه؟ طيب يلا بينا. مين يقول الانرجي ليفل الرابع؟ حد من الاونلاين؟ هيا مصطفى اتفضلي. هيا. ايوه يا مستر. 2 تايم 4 باور 2 ايكوال 2 تايم 16 ويل بي ايكوال 32. يا سلام. ماشي يا مستر. ربنا يخليك لمصر وتتجوز يا رب. يبقى انا كده يا جماعه بالراحه عرفت الانرجي ليفل كي بياخد كام؟ الانرجي ليفل ام اللي بياخد كام؟ الام بياخد كام؟ الان بياخد كام؟ دلوقتي واحد هيقول لي السؤالين بقى اللي موجودين معاك. مستر هو احنا مع كل مساله هنعمل الموضوع ده؟ كلا وبتة وحاشا وماشا، مش تعمل الكلام ده خالص. طب مستر انا هستخدم الكلام ده ازاي؟ تعالى كده يا جماعه نطبق مع بعض. انت لازم يكون عندك قوه بديهه في الماس شويه، تكون حافظ الاربع ارقام. اقلب الصفحه بسرعه. ها اول انرجي ليفل كان فيه بياخد كام؟ 2 والثاني 8 16 يبقى 2 18 32. تاني كده اسمهم ايه؟ 2 8 18 32. دول اللي عايزهم بقى يا جماعه يلزقوا وما يطلعوش خالص. ليه؟ ايوه الحمد لله على السلامه. قلت ايه يا ياسين؟ والباقي قال لحضرتك يا ياسين ان الرول دهيت اللي هي 2 ان باور 2 يوزد تو ذا فور ذا فيرست فور انرجي ليفل. يعني الاول اربع مستويات بس اللي هم مين ومين ومين؟ K L M N بس. طب يا مستر والO والB والQ؟ قال لك can't used، ما ينفعش استخدمها because
الاتوم will be unstable. الاتوم will be ايه يا جماعه؟ بالبلدي كده هتبقى غير مستقره، هتبقى مش سليمه، هتبقى فيها اضطراب. طب ازاي يا مستر؟ مش فاهم. يعني حضرتك تخيل كده الرقم اللي بعد ال 32 هيبقى اكبر ولا اقل؟ اقل. الرقم اللي بعد ال 32 ما ينفعش، يبقى اكتر من كده. احنا اخرنا في الليفل كام؟ 32. حاجه صعبه؟ حاجه صعبه يا جماعه. يبقى القانون نرجع تاني اهو، الرول بتاعتنا كان اسمها ايه؟ 2 ان بار 2 شغاله الاول كام ليفل؟ 4، لانها بعد كده هتبقى unstable. اللي هو K L M N. كل اللي قاعدين الكي بياخد 2 من الالوان ده. ال L بياخد كام؟ 8. ال M 16 ولا 18؟ اصل في ناس في السنتر قالوا 16. طب وال N 32. حاجه صعبه؟ نرجع بقى. طب لا نكمل، الشرح بعد اذنك حبيبه صح؟ ايوه اكمل الشرح بعد اذنك وهقول لك حد الوقت للاسئله. نرجع كده تاني للي احنا كنا بنعمله. كل اللي قاعدين تبارك الله سواء اونلاين او اوفلاين ما شاء الله عليهم، خلاص اتدربنا على ان احنا نجيب البروتون والالكترون والنيوترون صح؟ هتاخد اول رقم واخر رقم وتحطه جوه الايه؟ النيوكليس. بس هتحط اشاره يا مارك بعد اذنك التخبيط. بوزيتيف 11 وبوزيتيف نيجاتيف 12. فاضل لنا مين؟ ال 11. ال 11 الكترون. طب يا مستر وانا هعرف احطهم ازاي؟ لو نرجع من 10 دقائق كل واحد هبت. نحطهم في الكي، نحطهم في الان عشان في النص، نحطهم في الام عشان خاطر مودي، نحطهم في الاو عشان اسمي عمر، نحطهم في الكيو عشان بحب كلمه كوانتم. يعني ما قلناش، انا بهزر معاك. لكن احنا خلاص اتفقنا هتروح انت مؤقتا، لو انت مش حافظ هكتب لك الارقام على جنب. 2 8 18 32. دي جماعه ارقام السراير اللي موجوده في الغرف. السراير اللي موجوده في الايه؟ احنا قلنا بقى حصه ماس. تخيل كده انت رايح فندق، الفندق فيه كام اوضه؟ 4 4. اول واحده بتاخد 2، ثانيه 8، الثالثه 18، الرابعه كام؟ 32. فسيادتك تمام، حط حاجه عليها عشان ما تقعش. فسيادتك حضرتك هتروح واخد ال 11 دولت ورايح بيهم رحله. الرحله من هنا من جنب النيوكليس، وهيبقى عندك الانرجي ليفل. احنا قلنا معانا كام انرجي ليفل؟ 4. اللي هم مين ومين ومين؟ كي ال ام ال ام. حاول معانا بقى. اتفضل يا يوسف يا ازاز. برضه مش ده اللي انا عايزه. اتفضل يا محمود. اول انرجي ليفل هياخد منك كام؟ 2. هيتبقى كام في دماغك يا محمود؟ كان معاك 11 طالب، دخلت الفندق حطيت في اول غرفه 2، هيتبقى معاك في دماغك 9. تمام. هنروح على الغرفه اللي بعديها اسمها ال. معايا كام واحد ورايا؟ بسكنهم 9. ال ال بتاخد مني كام؟ 8. هيتبقى معايا، هروح رايح على الاوضه اللي بعديها ام. هي بتاخد كام اساسا؟ بس انا معيش غير كام؟ 1. ده هيسموه شخص سعيد جدا. ليه؟ لان انا فعلا انا كنت مثلا في العمره بتاعتي، عقبال ما تعملوا عمرات كده ان شاء الله باذن الله، جاء حظي مع واحد بس، بقينا 2 في غرفه فيها 6 7 سراير. بقينا بقى بنتنططوا، بتنام يوم هنا وتنام يوم هنا وتنام يوم هنا براحتك خالص. هل لازم عشان الغرفه فيها 7 يسكنوها 7؟ طبعا لا. فهنا نفس الكلام،
احنا قلنا الانرجي ليفل ام بياخد كام؟ بس اللي معانا منه كام؟ 1. تاني عشان اقول لك محمود عمل ايه؟ محمود اخد مين؟ ال 11 وراح على اول اوضه اخدت منه كام؟ على حسب القانون. بقى معاه وهو رايح تاني اوضه 9 من ال 11. راح حاطط في تاني اوضه كام؟ 8. اتبقى معاه كام؟ ده محظوظه بقى، وتروح بقى ماسح الانرجي ليفل الاخير ده ويبقى كده التوزيع 281. انا هوقف الريكورد وهستقبل الاسئله. كل سمحتي. ايوه مستر. يلا بينا. ايوه حبيبه يا جماعه، هتحل المساله الثانيه لو سمحت بعد اذن سيادتك الصوت. اتفضلي يا حبيبه. الالومنيوم 1327، المسألة دي أخدت مننا مجهود 4 حصص. الناس مفكرة إن أنت عشان قاعد دلوقتي، لا ده أنت أخدت السيمبل لوحده صح؟ الأتوميك نمبر والماس نمبر كان في حصة، وبعد كده الأرقام بتاعت البروتون والإلكترون والنيوترون في الحصة التالتة، والنهاردة بتاخد التوزيع وش والرسمة. يلا حبيبة. نمبر البروتون كام؟ 13. جبناه من تحت. ها إلكترون؟ 13 برضه مش 13. تمام. النيوترون؟ النيوترون هنعمل ماس نمبر ماينس اتوميك نمبر. اللي هو 27 ماينس 13. ركز يا ياسين. هيبقى 27 ماينس 13 يبقى ايكوال 14. طيب ده اللي كان لحد الحصه اللي فاتت. حصه النهارده بنرتب الحاجات دي هنا بالشكل ده. يلا حبيبه لو سمحتي. البروتون هنحطها فين؟ النيوكليس، يبقى بوزيتيف 13. الله ينور عليك. ونحط مين معاها؟ مين؟ الالكترون ولا النيوترون؟ نيوترون. يبقى نيوترون 14. برافو. فاضل لي مين بقى يا حبيبه؟ الالكترون. تمام. ركزي بقى يا حبي على جنب كده اهو، كي ال ام ان، عشان انا مش شاطر زيك، انا هغشش نفسي. الكي بتاخد كام يا حبيبه؟ 2. وال ال 8. تمام. وال ام 18. تمام. والان 32. دلوقتي انت بقيتي تورست جايد، مرشده سياحيه كده، او عندك شركه سياحه يا رب يعني، ومعاكي 13 تورست، 13 سايح، وانت بتسكنيهم في الاوض. يلا اول اوضه تاخد من ال 13 كام؟ هتاخد من ال 13 2. تمام. هيتبقى معاكي كام؟ 11. ممكن اعملهم كده بس امسحهم بعد كده بالايه؟ بالاستيكه. ها تاني اوضه ال هتاخد منك 8. هيتبقى معاكي من ال 11 3. تالت اوضه اللي هي ام فيها كام سرير اساسا؟ 18. بس انا هحط كام فيها؟ 3. السرير اللي فاضلين معايا. حاجه صعبه يا حبي؟ لا لا بس كده ما فهمتها. تمام. روحوا للرافعين ايديهم عشان نشوفوا الاسئله. حبيبه كده نزلت ايديها، فاضل هايا مصطفى. اتفضلي يا هايا. ايوه مستر، كان في بس كده يا مستر سؤال، يعني هو احنا ممكن نحلها بطريقه ثانيه، زي مثلا احنا مثلا نشوف الرقم ونشوف الرقم اللي يبقى قريب منه او اكبر منه بشويه، يعني مثلا زي ال 13 هي قريبه من ال 18 علشان ال 8 اصغر منها. مش عارفه بس انا اول ما شفتها لا لا لا. لا لا ما ينفعش. ما هو زميل حضرتك اللي هنا في السنتر قال الكلام ده، قال طب ما احنا نروح وناخد ال 13 واحد دولت نروح رايحين في الام اللي بتاخد 18 ونحطهم وخلصت اوضه واحده وخلاص. لكن احنا نمشي بالترتيب يا استاذه هايا. تمام يا هايا؟ يس. برافو يا هيويا، تحت امرك. لامار، وها هي زي لامار. ايوه مستر. طب مش ممكن مثلا يكون الاتوميك نمبر 20؟ هنوزعهم ازاي؟ ما هو ده التوتال اللي احنا هناخده. بصي الناس مش عايزه تصبر، لو انت صبرت يا جماعه بص هنوصل لحد فين. الاتوميك نمبر كام؟ 20. السبر القاتل على المقتول كان هيموت لوحده صدقيني. يا حسين السؤال ال 18 يا حسين تاني. معلش يا مستر، انت احنا مستر بنستخدم في المساله دي النمبر بتاع البروتونز مش النيوترونز. بنستخدم الرقم اللي تحت. ايوه. ريتاج، ريتو،
مستر هو في كل مسألة لازم نعمل اللي هي الدايرة بيطلب دول. منك سكتش الجراف ده. في مسائل المرة اللي جاية هيبقى العكس بقى، جايب لك الجراف وبيقول لك بقى، بيسألك نور آخر واحدة في الأونلاين. طب ولو في مسائل ما فيهاش؟ لا انت اللي بتعمليها ان شاء الله، ما تقلقيش. ارجو من الناس اللي قاعدين في السنتر يهدوا. مستر هو هيجيب لنا رسمه الدوائر دي يعني في الامتحان ولا احنا نرسمها؟ لا انت اللي بتعمليها دايره عاديه خالص، انا محضرها عشان بس نحل على طول. ماشي. مسيري الالكترونز بره النيوكليوس، ما تدخلش جوه النيوكليوس. لا فريق الكيجي هيفضل طول عمره بيتفرج على الماتش اللي ما بين ميدل 1 A وميدل 1 B اللي احنا اتفقنا من كام؟ من 750 جون. طيب استأذن حضراتكم، استأذن حضراتكم حلوا المسألة دهيت ونتقابل كمان دقيقة. انا واقف الريكورد. البروتون كام يا مارك؟ 10. الالكترون 10. النيوترون 20 minus 10 equal. هناخد أول رقم وآخر رقم، أحطهم فين؟ أيوة اللي هما مين ومين؟ positive 10 و positive negative 10. هل أنت كاتب كده؟ هل أنت كاتب كده؟ يبقى أنت مش مركز. ركز يلا. الانرجي ليفل كانوا 4 KLMN، ما ينفعش يشتغل بعد كده عشان الاتوم والبي انستابل. اول اتو اول ليفل، والثاني والثالث والرابع. يلا يا حبي، ها معاك 10 ستودنت. تمام، هيتبقى معاك ال اللي هيبقوا في الايت. هل ده هنحتاجوه؟ في ناس عامله لي زيرو، مش هيتكتب اصلا. شكرا يا مارك. يعني حاجه كتبنا زيرو تبقى غلط؟ ايوه، ممكن مدرس ياخد باله ان الزيرو مثلا بتاعتك كانها ايه، فهماني؟ من الورقه اللي بتكتب فيها، فيروح عامل لك المساله كلها غلط. طب واعمل زيرو ليه؟ زيرو يعني مفيش حد، يعني الاوضه مش شغاله. فهمت يا توتا؟ حد ملاحظ حاجه يا جماعه؟ هو اول ليفل وتاني ليفل بياخدوا كام مع بعض؟ 10 صح؟ يبقى انت لو جالك على طول كده ال ان اي 11 هيتوزع 281 صح كده؟ يلا بينا. لو جالك ام جي اللي هو 12 يتوزع 282 تمام كده؟ لو جالك ال اي ال 13 هيبقى 283. يبقى اول مره اول ما الرقم يعدي ال 10 خلاص اوتوماتيك تاخد اللي فوق ال 10 تحطهم في السيرد انرجي ليفل. يعني مثلا دول اللي احنا كنا واخدينهم المره اللي فاتت صح؟ انت ما بتاخدش اي حاجه كده عباطه. طب يبقى كل حاجه مترتب لها. يلا بينا، ده هيبقى 281، ده 282 283 284 285 286 288 حاجة صعبة يا جماعة، حاجة صعبة. وقفنا لحد كده اللي هو 288. وراحوا العلماء حاطين معلومة صغيرة. معلومة ايه؟ هي معلومة صغيرة وان شاء الله لا تحيرك. ان انت عيسوي لو قاعد مركز طيب هيبقى الموضوع سهل خالص. المعلومة ان قال لك لو الارقام صغننة احنا سقفنا الـ AR 18. سقفنا الـ AR كام؟ مين يحل الـ AR 18 اللي قدامي ده؟ هي 36. عايزين حد من الاونلاين ما حلش قبل كده؟ لمار حلت، حبيبه حسني حلت، حسين حل، هنا السكري اتفضلي يا هنا. هتكون 18 و
الالكترونز هتكون 18 هتكون الماس ماينس الاتوميك هتكون ثواني هتكون ب 18 تمام. هنكتب بقى اللي هي كي ب لا 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 الاول وزعيهم كده ضيوفك وزعيهم نحط البروتون فين؟ هنكتب بوزيتيف 18 وبعدين نكتب بوزيتيف وتحتيها نكتب 18 تمام. فاضل مين بقى اللي هيدوخوكي؟ الالكترونز هنكتب كي ب 2 وال ال ب 8 وام وام ب 18 وال ان ب 32 الكي هتبقى ب 2 وال ال هتبقى ب 8 و دي هتكون ب 8 والام هتكون ب 8. حاجه صعبه يا جماعه؟ حاجه صعبه يا شباب؟ طيب يعني احنا يا مستر مش علينا ان احنا نحل المساله زي ما كنا بنحلها كده. ال H11 والله تبقوا ده مين اللي بيجري عشان يحل ده؟ يلا ها البروتون كام؟ البروتون كام؟ بس بس هنا هيبقى فيه بوزيتيف ولا نيوترال ولا الاثنين؟ بوزيتيف. هل في نيوترال؟ مفيش نيوترال. طيب بره هوزعهم يا راجل معانا واحد معانا الكترون واحد يبقى كي بكام؟ حاجه صعبه. طيب مثل احنا كده مش بنستخدم الان التاني ايه؟ الوان يتحط بره وخلاص. طيب احنا فاضل لنا مين ومين؟ الكي والكالسيوم. الكي والايه؟ دول هيبقوا الحصه الايه؟ اشمعنى يا مستر؟ لان حضرتك تقدر توزع دلوقتي من اول رقم واحد لحد رقم كام؟ 18. ايه ده يا مستر يعني انا اقدر اوزعهم؟ تقدر توزعهم كلهم. طب يا مستر هل في بعض الاحيان بيجي لك مثلا ايه؟ يقول لك او 8 اول حاجه هتقولها ده جايب لي ايه؟ رقم فين؟ تحت ولا فوق؟ تحت. هل جايب فوق؟ يبقى انا كده اقدر احسب حاجتين بس اللي هو نمبر اوف ايه ونمبر اوف. المساله صح مفيش مشكله خالص، هو بس شال الماس نمبر من الموضوع. يلا بينا. البروتون بكام والالكترون؟ الله يا مستر دي مساله اسهل. اسهل اكيد لان انا شلت لك حاجه من الموضوع. يلا بينا. السيركل هحط فيه مين في دولت؟ اكيد بوزيتيف 8 وطبعا شبه بعض. يلا مينا. يقول الكي ال 8 هتتوزع ازاي؟ ارفع ايديك مارتينيوس. الكي هتاخد 2 والال هياخد 6. حاجه صعبه؟ في صعوبه كده يا شباب؟ المساله دي اصعب ولا اسهل؟ اسهل اسهل. مستر انا عندي سؤال صغير بس. اتفضلي. هو في الكي والال والام والان الايكوال اللي بيطلع نكتبه تحت، انا اتلخبطت. الايكوال بيطلع نكتبه تحت في الانرجي ليفل. حل يا حبيبه تاني. ام جي 12 ها البروتون كام؟ البروتون هتبقى ب 12 والالكترون ب 12 برضه. يلا بينا. النيوكليوس ها تبقى هنا تبقى بوزيتيف 12 بوزيتيف 12 وبره ال 12 وزعيهم. الكي بياخد كام؟ الكي هياخد 10 تبقى 2 والال ال اوكي اكتب لك الارقام تاني على جنب يا حبيبه. يلا يا حبيبه. الكي بياخد منك كام؟ 2. هيتبقى كام معاكي من الرحله؟ هيتبقى معايا من الرحله 2. يا حبيبه انت معاكي 12 طالب، حطيتي طالبين هنا، هيتبقى معاكي كام بره لسه ما تسكنوش؟
لو 12 تبقى، لا انا اتلخبطت تاني يا مستر، انا مش عارفه تاني. تاني يا حبيبه، انت معاك كام طالب؟ كله ينزل ايديك، معنى ان انت رافع ايديك يبقى انت فاهم. يلا يا بيبا. يبقى هتبقى بتويل. تمام، حطيت اتنين في اول ليفل، هيتبقى معاكي كام بره في الاوض ما دخلش جوه؟ معاكي هيبقى معايا تاني. معاكي تاني، الحمد لله. يلا بينا، هنروح على الاوضه الثانيه. بتاخد منك كام الاوضه الثانيه؟ 8. 8. هيتبقى معاكي كام من ال 10؟ هيبقى معايا 2. اتفهمت يا حبيبه؟ تمام يا حبيبه، ركزي يا حبي بعد اذنك. افتح يا جماعه ملزمه الشرح. مستر لو احنا مش بنستخدم الان خالص. المره الجايه يا جماعه انا عايز بس اسالكم سؤال، هل لو جيت من ثلاث حصص اقول لك تعالى وزع لي الالكترونز، هل كنت هتبقى عارف؟ لو جيت قلت لك الالكترون اخذ انرجي هيطلع لقدام، هتقول لي هيطلع لقدام فين؟ هل كنت هتبقى عارف؟ يبقى احنا يا جماعه بنمشي بالترتيب. انت جاي عند المدرس سايب له الامانه العلميه ان هو يدي لحضرتك الايه الاجزاء حته حته عشان تبقى مكمل الليسون في الاخر. يا رب الناس تكون استوعبت. الشرح الاول بيج 33 اللي انا هقول عليه اتاخد هو اللي اتاخد. بيج 33 طبعا من اول مربع لازم هتبقى عارف الرول بتاعنا اللي هو 2n باور 2. بعد كده الرول انت طبقتها معايا لحد 32. بعد كده الجمله الاولانيه ان الرول ما ينفعش تبقى لغير مع كام انرجي ليفل بس 4. بعد كده هتبقى الاتوم والبي ان ستيبل او نوت ستيبل. بعد كده الاوتر موست انرجي ليفل كانت ميك مور ذان 8 الكترون اكسبت الكي بياخد كام؟ 2. ودي لسه ما اخدناهاش. بعد كده ببدا من الكي اللي هو اقل واحد. طيب بص بقى الجدول ده، الالكترون كونفجريشن اللي هي الرسمه ده هيبقى الهوم ورك بتاعك. يعني مثلا اوريك انت هتعمل ايه بقى. سيركل بوزيتيف 1 مفيش نيوترون ده الهيدروجين ومعانا 1 الكترون هيبقى الكيب كام؟ 1. هتعمل زي ما كنا بنعمل في الحصه. طبعا انت معاك كله لحد الارجون. تمام يا جماعه؟ تعالى اخرنا بيج 35. طب يا مستر 36 ما دام قلت اخرنا 35 يبقى 36 اخدناها ولا لا؟ الحمد لله الناس بتفهم النهارده، الحمد لله. الهوم ورك هنحل في الكومبليت لغايه 6 لحد نمبر 6 في الكومبليت. في التشوز لحد خليها برضو 6. في الرايت ساينتفك تيرم خلاص خليها 7. معلش مستر ما فيش، معلش خليها 7. في الرايت ساينتفك تيرم سيبه. الجيف ريزون لحد 3.